أهلا بك في أكبر سوق للمسروقات في سوريا اليوم، سوق السنة في حمص ضمن حي وادي الذهب العلوي. عدسة أورينت نيوز تمكنت من دخول حي وادي الذهب وتصوير ما يسمى بسوق السنة، السوق الذي تجتمع فيه بعض ما سرقته قوات النظام من أحياء حمص القديمة وغيرها من المناطق السورية الثائرة التي سويت بالأرض بعد نهبها من الشبيحة وقوات النظام. لهذا السوق في حمص فرعين، الأول في حي النزهة العلوي والثاني الذي يتم تصويره في حي وادي الذهب. هنا تجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، من خردوات إلى الأجهزة الكهربائية الحديثة والأثاث المنزلي، حتى الملابس المستعملة لم يتم توفيرها من النهب أو التعفيش كما يقول السوريون. والمذهل أن تجد بعض تجهيزات المستشفيات ضمن هذا السوق كالسماعات الطبية وأدوات عيادات الأسنان وغيرها من الأجهزة، والتي بالطبع لن يقدر قيمتها البائع. بضاعة بلا رأس مال هو ما يقال داخل هذا السوق، فمهما كان المبلغ الذي ستدفعه مقابل أي شيء تريد شراءه يعطيك إياه البائع، فرأس مال هذه المواد المنهوبة بندقية وبدلة عسكرية والتطوع بإحدى ميليشيات الشبيحة أو قوات النظام. على سبيل المثال، ثمن التلفاز الحديث داخل سوق السنة يقدر ب50 دولار فقط، وبالمقارنة مع نظيره خارج السوق الذي قد يصل ثمنه حتى ال1000 دولار، هو مبلغ زهيد جدا. وعلى هذا الحال تثمن البضائع المسروقة، وهو فقط واجهة لمستودعات لا حصر لها تحوي آلاف القطع المسروقة من المناطق الثائرة السورية التي استباحتها قوات النظام والميليشيات الداعمة له. سهر الأحمد، أورينت نيوز.